السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بدي أسأل الشيخ إن جوزي ما بيصليش، يعني يوم متجوز قبل ما نتجوز ما بيصلي، من يوم متجوز ما بيصليش، وكل ما أحكي له عن الصلاة يقول أنا عارف الصلاة ويديني حاجات يعني مفيدة على الصلاة، يقول لي لازم الزلمة يصلي والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس يوم يجي في أول النهار يقول له الصلاة، يقول دلوقتي هقوم أصلي، لو قدرت عليه يصلي الظهر ما يصليش العصر. وانا مش عارفه اعمله يعني ازاي. هو عارف قيمة الصلاة وموافق وكل حاجة، بس كسول او بيقطع او كده، صح؟ ونفس طيب. لما انا ما اصليش يقعد طول الوقت بيقول لي لا الصلاه الزلمه لازم يصلي وكده. يعني بيشجعك انك تصلي؟ لو انا في يوم ما صليتش بيشجعني مثلا، بس يوم هو عند الصلاه مش عارفه شو بيحصل. وقبل ما اتجوز كان بيصلي انت عندك كام سنة؟ انت عندك كام سنة؟ الو، انا عندي 24. وهو 24. انتوا صغيرين. طيب حاضر حاضر يا سحر. سحر قبل الفاصل قالت ان جوزها مش بيصلي، ومع ان هو مقتنع بالصلاة وبيشجعها شوية وهي تشجعه شوية، بس بيقطع في الصلاة. فالتعامل معاها تكون ازاي وهم عندهم 24 انا سنة؟ بحيي السائلة دي الاول، وبقول لها انت زوجة وفية ربنا يبارك فيكي، ولكن بأذكرها بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر، يعني الموضوع محتاج إلى مثابرة. وحكم تارك الصلاة سواء هذا الرجل أو كل الناس على نوعين: إما تركها إنكارا وجحودا، وهذا يعني يعتبر خرج من الدين، وأما من يعني ترك الصلاة تكاسلا واستهتارا فهذا يعني عاص إلى الله عز وجل، يستتاب ويرد مرة ثانية إلى التوبة ثم يصلي. ليه؟ لأن تارك الصلاة، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. فكما أن القلب هو أساس البدن، ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة. فكذلك الصلاة هي قلب العبادات، فالعبادات بلا صلاة كجسد بلا إيه؟ بلا قلب. وبقول لا بارك الله في عمل ولا في رزق يلهي عن الصلاة. الصلاة النبي آخر حاجة بيقولها وبيموت: الصلاة الصلاة الصلاة. وسيدنا عمر لما طعن يا فندم في صلاة الفجر، عارف قال إيه؟ ألا خير في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذا كان الذي ترك الصلاة تكاسلا، ربنا وصف في القرآن بالمنافق، قال في حق المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأذكر بقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال عبد الله بن عباس: يعني الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، ربنا قال لهم ويل، يعني هلاك والعياذ بالله. لا بركة في عمل لا أو بارك رزق. الله في عمل أو رزق يولي عن الصلاة. ده قول مقصور. قول مقصور. تمام. مروة وتقسيم الورث على حياة عينه، يعني بص يا فندم، هي اسمها تركة أو اسمه مال. الورث لا يطلق عليه اسم ورث إلا بعد وفاة صاحبه. لأن من شروط الميراث يا جماعة، اسمعوا الحتة دي، من شروط الميراث موت المورث وحياة الوارث. طالما لم يتحقق ذلك يبقى مفيش حاجة اسمها ميراث. لدرجة إن لو اتنين يا فندم بيورثوا بعض، منهم ميراث ولد وأبوه أو ولد وزوجته أو كده يعني، وماتوا مع بعض في حادثة أو تحت جدار أو أي حاجة، لازم الطب الشرعي يتدخل يقول مين مات قبل مين عشان مين يورث مين وأولاد مين يورثوا مين.